حرية، كلمة أطاحت بالطغاة على مدى العصور، كلمة فككت سلاسل العبودية، كلمة أعادت شعب إسرائيل إلى أرضه التاريخية، فكان مثالاً حياً للضمير الإنساني، للعدالة والإنسانية، وكان له الأثر على البشرية. بها طلب موسى فرعون صارخاً حرر شعبي، متحدياً ظاهرة العبودية، فكان أول من أطلق مفهوم الحرية منذ فجر التاريخ، ليبقى حدث الخروج من مصر ربيع العالم بأجمعه، وأصبحنا شعب حر أخذ حريته ليصنع منها قدره. قبل 3300 عام بعد الخروج من مصر إلى الحرية بدأت رحلتنا نحو الحرية، إعلان استقلال دولة إسرائيل، وبعد 19 عاماً تم تحرير أورشليم. استقلت دولة إسرائيل وانتهى عهد المنفى الإسرائيلي. قال بن غوريون: الخروج من مصر إلى الحرية، إلى أفق العيش وفق معتقداتنا وقيمنا ومبادئنا، هو إنجاز لطموحنا نحن شعب إسرائيل في أن نكون أحراراً في وطننا من قلب الرؤية الصهيونية، وهذا هو النصر الكبير والأزلي لنا. أرض صهيون وأورشليم، عيد حرية سعيد.